شهر وانتم طيبين. وانت طيب النهارده بقى يا عم اول الشهر، نفسي اشوف فلوسك الحلوه كده وامسكهم بايدي. اوي اوي جبت الوصل؟ الوصلين جاهزين. وصلين؟ وصلين ايه؟ وصل الشهر اللي فات والشهر اللي قال. ايوه بس انت تعرف ان انا بدفع مؤخر. ده كان زمان وجبر. الوصلين اهم، تدفعهم تدفعهم، ما تدفعهمش باب المحكمه مفتوح. محكمه ايه يا راجل؟ ده انت لسه طفح معانا عيش ومال. الصداقه شيء والشغل شيء تاني. بز 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 بقى كده. اه كده. طب وشرفك منع دافع غير شهر واحد بس؟ طب وشرفك انت ما انا واخد الا الشهرين على بعض. طب وما دفعتش؟ المحكمه مفتوحه الشكيك واخدهم غصب عنك. محكمه تشتكيني ببيتي؟ تشتكيش ليه يا اخويا؟ خربان بنيتك؟ ايوه ومركاتي في المحكمه يتمسخر قدام كل الناس واولهم الارض. انت راجل مالكش امان. انا راجل بتاع الشغل. بس 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 اللي بس 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 انا حبيبي مش هدفع لك غير شهر واحد بس. اخد الشيطان وهات الوقت بتاع شهر، والشهر الثاني على طول هدفع لك. ولا طب تدفعه لي امتى؟ في بحر الشهر برضه. ايه اللي يضمن؟ انا راجل ديري. بضمانه ايه؟ شرفي. لا الشرف ما يمشيش عندي. اكتب لي المبلغ في شيك بالتاريخ اللي يريحك. شيك؟ انت راجل عارف ان انا لا احتكم على فلوس في بنك ولا عندي دفتر شيكات. يا سيدي مش مهم، على ورقه بيضه وخلاص. وايه ليه ده كله؟ علشان اضمن حقي. يا راجل ما حقك مضمون. اسمع بقول لك، انا راجل احفظ القانون كويس وحفظه صم. خد يا دهوتي. يا دهوتي روحنا في ده. يا دهوتي ايه مالك؟ في ايه؟ ايه حصل؟ اتسرقت. ايه اتسرقت؟ المحفظه راحت. وكان فيها الفلوس؟ فيها الفلوس. يعني انت ايه؟ يعني هيتخرب بيتنا؟ بتخرب خلاص. بسمع اوزن. انا ما اكلش من الكلام ده يا اخويا. ما اكلت خلاص. انت هتاكل 100 مره قعدت تقر يا حبيبي. ادي انت لا هتقبض لا ابيض ولا اسود. انا عاوز الفلوس. فلوس؟ كيس فلوس. خد البنطلون بتاعي. هعمل بو ايه؟ ترهنه زي ما بترهن الصيغه والنحاس. انا يا جدع انت سايغ وجواهرجي مش بيع ربابيك يا. المحكمه مفتوحه من 8 صباحا وحقي مضمون 48 قرار. خلاص خد فلوسك من المحكمه. كده يعني مش همك؟ لا مش هممني. سيبك انت يا عم بقى من الشغله اللي بتعملها انت ومراتك دي. شغلة ايه يا راجل؟ مش مصدقني ان انا انسرقت. انسرقت؟ انت تمسيني امتى؟ وما تسرقش ليه؟ مش راجل معايا فلوس؟ انا ماليش دعوة والله العظيم، لا ارفع عليك دعوة واحجز على عفش بيتك. يا راجل خليك عاقل ما تبقاش مجنون، وان شاء الله اخر الشهر هدفع لك الاجرة. يفتح الله. اعمل اللي تعمله بقى. اسمع قدامك 18 ساعة تجهز فيهم الفلوس. ماذا والا؟ يا الدفع يا الطرف. ان كنت راجل اعمل. انت بتهددني يا حاجب. اخرس. انا مش حاجب، انا مش حاجب. هي تغم بالكم سكانها.